عرفنا مع بعض في الجزء الاول الاقاليم الحاره، وعرفنا ان في اقليم استوائي وشبه استوائي من 0 ل 10 شمالا وجنوبا، وعرفنا ان في اقليم مداري من 10 ل 18، واخر حاجه الموسمي من ملوش دايره عرض. ده موجود في شبه جزيره الهند الصينيه، موجود في جزيره مدغشقر، وكمان في هضبه اثيوبيا. تعال بقى نتكلم عن اقاليم، ودي تبعنا احنا بقى، اسمه اقليم البحر المتوسط. يا ترى اقليم البحر المتوسط يمتد من كام؟ قال لك من 30 لحد 45. يبقى احنا كده طلعنا شويه من 30 ل 45، يعني الجزء ده. وده طبعا البحر مين؟ المتوسط. العلماء بقى بداوا يفكروا، قال لك ان اقليم البحر المتوسط حار جاف صيفا، وكمان معتدل دافئ شتاء. نفس اللي حصل ده، الجو هو اللي حصل هنا. هو اللي حصل هنا. ونفس الكلام هنا، ونفس الكلام هنا. فبدأ هنا بقى عشان ما نتلخبطش، بدأوا يفكروا، ما دام البحر المتوسط غرب القارات، يبقى كلهم هنسميهم إقليم البحر المتوسط. إقليم البحر المتوسط ممكن نعمله بطريقة كده، هنمشي مع بعض بالسهم كده أهو. كده غرب القارات، تمام؟ أدي أهو غرب القارات، نفس الكلام غرب القارات وغرب القارات. يبقى أنا لاحظت إن أكتر إقليم موجود في قارات العالم اسمه البحر مين؟ المتوسط. ايه بقى قصته؟ البحر المتوسط فيه اشجار دائمه الخضره. حضرتك لو رحت مرسى مطروح بتلاقي برطمانات زيتون كتير. البحر هنا حاول اربطها لك. افتكر صوره التين والزيتون، مفيش مشكله. وافتكر ان اكتر اشجار موجوده اشجار الزيتون. يبقى البحر المتوسط فيه اشجار مين؟ الزيتون. دائم الخضره، خلاص البحر المتوسط. صعبه؟ يبقى كده عرفنا اقليم البحر المتوسط. اول حاجه يمتد من دايره عرض 30 45. غرب القارات ولا شرق القارات؟ غرب القارات. كمان عرفنا ان اكتر اشجار مشهوره هي اشجار الايه؟ الزيتون. اشجار ايه؟ الزيتون وحشائش، يلا اسمعها منكم، حشائش الاستبس. ليه يا مستر ما قلتش السافانا؟ لان السافانا موجوده في الايه؟ في الجزء الاول اللي هي المداري والموسمي. هنا بقى بنتكلم عن حاجه جديده اللي هي حشائش الاستبس. زي ما بيقول مازن كده، الاستبس حشائش قصيره بياكلها الاغنام، بياكلها ايه؟ الاغنام، فتصلح كمراعي طبيعيه. نكمل كلامنا، حشائش الاستبس موجوده طبعا في البحر المتوسط. والحشائش دي يا مستر قصيره لينه، خدناها قبل كده في السنين اللي فاتت. عارفين ان هي تصلح كمراعي طبيعيه، بياكلها الغنم والمعيز، فعشان كده يجي يقول لك سؤال في الامتحان اهميه حشائش الاستبس تصلح كمراعي طبيعيه. معلش عيد تاني كده، البحر المتوسط من 30 ل 45 شمال وجنوب دايره الاستواء. طيب البحر المتوسط حار في الصيف ممطر في الشتاء ومعتدل، فعشان كده قال لك ان الاقليم ده اسمها اقاليم معتدله بارده ولا دافئه؟ سمعكم بتقولوا طبعا دافئه، لان الجو دافئ عندنا مش بارد. قصاد البحر المتوسط في اقليم اسمه معتدل دافئ، اسمه ايه؟ معتدل دافئ. طب يا مستر ده كده بقى سهل قوي. يبقى لما ابص للبحر المتوسط الاقي قصاده مين؟ الصيني. يا مستر انت لسه قايل اسمه معتدل دافئ، ما هو كمان دلعوه زي ما دلعوا المداري. المداري ده كانوا بيقولوا عليه سوداني. كانوا بيقولوا عليه سوداني، لكن انا عندي بقى الصيني اللي هو المعتدل مين؟ الدافئ. طب انا عايز اشوفه على الخريطه. قال لك اهو غرب القارات بحر متوسط، يبقى الشرق الناحيه الثانيه صيني. غرب القارات بحر متوسط يبقى الشرق صيني. نفس الكلام بحر المتوسط يبقى الشرق مين؟ سين. هنا بقى البحر المتوسط امشي مع الخط كده هتلاقي الجزء ده كله الصين، فده طبعا الاقليم مين؟ الصين. في فرق طبعا بين البحر المتوسط والصين. البحر المتوسط عندنا المطر بيمطر في فصل ايه؟ الشتاء. لكن الصيني بيديها طول السنه مطر، امطاره صيفا وشتاء، يعني امطاره غزيره في الصيف وفي الشتاء. فكده انا شايف الصيني يرجع يبقى شبه مين؟ الاستوائي في الامطار. صيني امطاره طول العام واستوائي امطاره طول العام. الصيني بقى بينمو فيه اشجار من كتر ما هي مطر غزير هتطلع فيه غابات. واكتر غابات مشهوره طبعا هناك اسمها الصفصاف والبلوط. اسمعهم تاني؟ الصفصاف والبلوط. اشهر اشجار موجوده في الاقليم الصيني. صيني صفصاف، صيني صفصاف ومعاهم مين؟ البلوط. طب نكمل كلامنا. الصيني والبحر المتوسط هما الاثنين بيطلع فيهم حشائش مين؟ الاستبس. مستر انا كده بدات افهم، بحر متوسط وصيني استبس، مداري وموسمي سافانا. صعبه؟ تمام.
يبقى انا كده خلصت كمان معاك الاقاليم المعتدله الايه؟ الدفيئه اللي هي من كام لكام؟ من 30 ل 45. نطلع بقى فوق شويه 45 لكام؟ ل 60. اللي هو بيقول عليه المعتدل الدافئ ولا البارد؟ لا المعتدل البارد. واول حاجه طبعا اقليم غرب اوروبا. واقولها لك عشان نخلصها، غرب اوروبا بيمطر طول السنه. حلو الكلام ده. وفي غرب اوروبا بقى في اشجار مهمه جدا اسمها اشجار الزاب، اسمها تاني اسمها اشجار ايه؟ الزاب. ودي طبعا شجره بتنفض اوراقها ورقها بيقع في فصل الشتاء والخريف. عشان كده قال لك ان في غرب اوروبا بيقولوا عليها غابات نفضيه، غابات ايه؟ نفضيه. حضرتك كده فاضل لك هنا تعرف ان كمان هنا اقليم غرب اوروبا، هنمشي مع السهم هنا يبقى ده اسمه اقليم غرب اوروبا. والباقي كله طبعا ايه؟ بحر مين؟ متوسط. وقصاد الغرب اوروبا بقى هنلاقي ان في اقليم تاني عند هضبه الليبرادور اسمها طبعا او من ناحيه دي هضبه الليبرادور معلش طبعا هنا ده اسمه الاقليم اللورانسي اللي هو بيقولوا عليه معتدل بارد. اسمه ايه؟ اللورانسي. طب ايه قصته بقى الاقليم ده؟ قال لك بتنمو فيه اشجار الصنوبر والشربين. خدتوا في العلوم قبل كده ان في غابات اسمها غابات الصنوبر واخده شكل المثلث كده او المخروط فسموها غابات مخروطيه، اسمها تاني غابات ايه؟ مخروطيه. اللي هي بيقول عليها طبعا الغابات المخروطيه اللي هي الصنوبر والشربين. وبكده فاضل لك نقطه واحده. انت عرفت هنا ان غابات الزان او شجر الزان في فين؟ في غرب اوروبا. لكن هنا الصنوبر والشربين في اللورانسي. هنا بقى حيوان بقى مهم جدا تعالى نتكلم عنه اسمه الدب الايه؟ القطبي. الدب القطبي ده او الدب القطبي ايه قصته؟ ذات فراء كثيف وبيقدر يستحمل الساعه اللي موجود في انهي اقليم؟ اللورانسي. فاضل لك بقى تقفل الدرس بالتندرا. التندرا من 60 ل 90 وده طبعا بيبقى برده شديد جدا والمطر بيبقى قليل في فصل الصيف. وليه قليل في فصل الصيف؟ عشان هنا لما الشمس تيجي تسيح التلج شويه فينزل شويه مطر. طب هنا الاقليم ده كله لو انا ظللته اسمه تندرا، ولو ظللت هنا تندرا، واللي بيعيش فيه حيوان الرنه او الرنه، لان انا قلت ان تندرا طبعا لما نشوف شجره او العربيه بتاعت الكريسماس بنلاقي ان في غزاله كده كبيره بتبقى فيها حاطه رنه هنا او حاطه جرس عشان يديك صوت الرنه، يبقى التندرا رنه. واخر اقليم هنا بقى طبعا موجود اسمه الاقليم الجبلي. وبكده خلصنا الدرس.